وقد حرصت مملكة البحرين على تعزيز العلاقات البحرينية الصربية في مختلف المجالات انطلاقا من نهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة. حرص متواصل من جلالة الملك المفدى أيده الله على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، واهتمام بالغ من قبل جلالته في فتح آفاق التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة هو ما برز في العديد من المواقف وعلى مختلف المستويات. ولطالما سارت مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو تعزيز العلاقات البحرينية الصربية، ما يؤكد ذلك هو حرص المملكة على مساعدة الجمهورية الصديقة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى بتعزيز الروابط الإنسانية واهتمام جلالته الدائم بتقديم يد العون والمساعدة لجميع شعوب العالم. Today we are honored that our commitment to the Serbian people and the bilateral ties that bind our two nations are fortified. I strongly believe that through strengthening ties and international cooperation among friends and allies, we are more prepared and better equipped to deploy a concerted, collective effort to overcome these challenging times. We remain steadfast in our pledge to expand cooperation and look forward to growing the ties between our two countries. In closing, please accept my best wishes for health and continued progress and prosperity for the people of Serbia. وعلى مستوى الزيارات الرسمية بين البلدين الشقيقين، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى نيابة عن جلالة الملك المفدى عام 2017 حفل تنصيب فخامة رئيس جمهورية صربيا الجديد ألكسندر فوتشيتش، ناقلا بهذه المناسبة تمنيات جلالته لصربيا وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار. الاتفاق في العديد من الرؤى والأهداف بين المنامة وبلغراد تجسد في بعض الملفات ذات الرؤى المشتركة، خاصة فيما يخص تصنيف الجماعات الإرهابية كخطوات ضرورية لتعزيز الجهود الهادفة المشتركة للتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين، مستوى متميز وصلت إليه علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، ورغبتهما المشتركة في استمرار التواصل والتنسيق المتبادل حيال القضايا المختلفة، وهي علاقات تشهد تقدما ونماء مستمرين على الأصعدة كافة من منطلق حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية صربيا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، لا سيما في ظل ما يتوافر لدى البلدين من فرص وإمكانيات تدعم هذا التعاون وتعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.